إن إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة خطوة هامة تؤكد على التزام الحكومة بالدعم وتطوير القطاع المالي، وذلك تماشياً مع الالتزامات 54 للسيد رئيس الجمهورية التي تعنى بالتعزيز الاقتصاد الوطني، إذ تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المزيد من الشركات وإدراج أسهمها في البورصة، حيث سنشهد خلال السنة عملية إدراج البنك التنمية المحلية. اليوم قمنا بإدراج الأولي يعني إدراج البنك القرض الشعبي الجزائري في انتظار كما ذكر السيد وزير المالية وصول أو التحاق القرض بنك التنمية المحلية. عدد الأسهم التي طرحت على مستوى السوق كانت 60 مليون سهم للقرض الشعبي الجزائري، ما يعادل 30% من رأس المال، وقيمة هذا ما يعادل أكثر تقريبا 138 مليار دينار. تمكننا من غلق المرحلة الأولى بنتيجة مرضية جدا، والنتيجة هذه المرحلة كانت مقررة بمبلغ 50 مليار جزائري، واليوم في نهاية المرحلة الأولى تحصلنا على مبلغ 112 مليار دينار جزائري، يعني أكثر من 200% من المبلغ اللي كان مقرر وكان مرتقب.